يعني خبر ان الزمالك هيواجه البنك الاهلي في اول او اولى مباريات رابطة الاندية اللي هتكون المباراة دي يوم 26 مارس الساعة 9:15. اعتقد 26 مارس هتكون طبعا، اعتقد ده تالت يوم رمضان، كل عام وانتم بخير. فالماتش الساعة 9:15 بعد صلاة التراويح، خروج المغلوب يعني اللي يتغلب يخرج على طول. فده بالنسبة للأول خبر معانا. الخبر الثاني اللي معانا ان إدارة الأهلي تنتصر على كولر. ليه؟ كان في اتجاه لدى كولر والجهاز الفني اللي محمد شناوي يلعب. يعني كان كولر ما كانش عاوز يلعب محمد شناوي، كان عايز يلعب علي لطفي، والشناوي يبقى قاعد احتياطي. فإدارة الأهلي رفضت. ليه رفضت؟ رفضت وكان في صدام مع كولر، ولكن الأخبار دي أنا مش جايبها لك حصري. الأخبار دي عند كل الإعلاميين حضرتك، ما هو المصدر بيديني وبيدي غيري وبيدي غيري. فالأخبار عند الإعلاميين، هم بقى مش عاوزين يقولوها، دي حاجة ترجع له. مش عاوزين يتكلموا على الأهلي وأسرار الأهلي ومشاكل الأهلي وأزمات الأهلي، دي حاجة ترجع له. ولكن إدارة الأهلي وصلت لسعد عبد الحفيظ إنه يوصل لكولر لازم محمد الشناوي يلعب. فالمدير الفني غضبان من محمد الشناوي ومستواه السيء. وخلي بالك مش المدير الفني بس اللي غضبان من محمد الشناوي، ده كل جماهير الأهلي بتطالب إن علي لطفي يكون الحارس الأساسي للأهلي الفترة اللي جاية. الشناوي زي ما المثل بيقول كده، لو اتشطت عليه تلاجة بتدخل جون يعني. ولكن إدارة الأهلي ليه ضغطت على كولر إنه يلاعب محمد الشناوي؟ عشان اختيارات منتخب مصر. عشان إدارة الأهلي دي سياسة عندها من زمان. وللأسف إحنا كنادي الزمالك مش بنفكر لفكر الأهلي، وده عيب كبير في نادي الزمالك وفي إدارة نادي الزمالك. إحنا مش بنبص لبعيد. أنت مش بتشتغل بسياسة الأهلي. سياسة الأهلي لازم يكون حارس منتخب مصر من عندي. إمتى نادي الزمالك فكر بالفكر ده؟ مفيش. فإدارة الأهلي واقفة في ظهر محمد شناوي وعاوزاه يلعب ماتش القطن يوم الجمعة الساعة 6 عشان اختيارات منتخب مصر. فإدارة الأهلي وكولر استجاب. بص، كولر من المدربين اللي عاوز ياكل عيش، مش صدامي. يعني كولر بيسمع الكلام، والإدارة متحكمة في كولر بشكل كبير، وهم جايبين مدرب كده. ليه موسيماني ما كملش مع إدارة الأهلي؟ لأن موسيماني صدامي، بيطلع بيقول تصريحات واتكلم قبل كده وخرج أسرار وكلام مهم. فموسيماني صدامي، فما يعني ما اتفقوش. ولكن كولر ممشي الدنيا، يعني عاوز يشتغل، بيقضي حاله، بيمشي حاله. خلاص عاوزيننا لاعب الشناوي، العب يا شناوي، انا مالي. فده بالنسبه لكولر. يعني عاوز اقول لكم معلومه من داخل الزمالك. المعلومه دي مهمه، مش عارف اتقالت قبل كده ولا لا. انا بصراحه النهارده اليوم كله انا خارج البيت يعني، وما اتصلتش بحد، قليل جدا الاخبار اللي جات لي على الواتساب. ولكن هو خبر مؤكد ان اداره نادي الزمالك استقرت في حالة رحيل فريرة. الكابتن أسامة نبيه مش هيكمل. الكابتن أسامة نبيه مش هيكمل. ومعاه الكابتن أحمد عبد المقصود. مين اللي هيجي؟ لسه زي ما بقولك الأمور متلخبطة. ولكن الكابتن أسامة نبيه مش في الخريطة بتاعي تولي الإدارة الفنية بعد فريرة. دي معلومة. وحبيت أقول لكم عليها عشان خاطر يعني سمعتوها عند حد قبل كده، ماشي، ما سمعتوهاش ابقى ايه العبد لله يعني اول واحد قالها لحضراتكم. يعني تسريب عقد عمر جابر. امبارح اتسرب عقد عمر جابر، كلنا شفناه، كلنا عرفناه. ما يقرب من 45 مليون جنيه في 3 سنين. السنه الاولى 13 مليون و800، السنه الثانيه 14 600، السنة الثالثة 16 مليون 900. وهذا رقم كبير جدا 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 على عمر جابر. وانا عارف ان عمر جابر مش عاجب جمهور الزمالك، ومش عاجبني شخصيا.
ولكن هسألك سؤال وترد عليا بما يرضي الله. شيل حضرتك بتاع دلوقتي وحط حضرتك واحنا بنتعاقد مع عمر جابر، والله ليس دفاعا عن الإدارة، أقسم بالله وهذا يمين أمام ربي، ليس دفاعا عن مجلس الإدارة، ولكن وانت بتتعاقد مع عمر جابر، مش انت كنت شايف او جزء كبير من جمهور نادي الزمالك ان ده كان الباك اليمين الاساسي لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه وفي تصفيات كاس العالم؟ اعتقد في تصفيات كاس العالم وفي كاس الامم اعتقد عمر لعب كاس امم، اعتقد مش ده كان الباك اليمين الاساسي؟ هو انا اللي متذكره ان هو لعب كاس العالم قدام السنغال، ولكن ده كان الباك اليمين الاساسي. مش عادنا نقول ابن النادي ونرجعه ومش عارف ايه، ولكن الارقام دي ارقام طبعا كبير. وانا اتمنى ان اداره الزمالك، انا مش عارف هم عاملين كده ولا لا في اللائحه، اتمنى اداره نادي الزمالك، يعني مثل لو انا رئيس الزمالك هعمل كده، اقسم بالله لو هلعب بالناشئين 10 سنين لو انا رئيس الزمالك هعمل كده. تعال، عاوز كام في السنه؟ عاوز 15 مليون، حاضر، يعني بقول لك ايه، خليهم 16 يا استاذ، يا عم خليهم 16 مش 15، خلاص انا موافق، بس عندي شرط واحد. ايه؟ هنكتب في اللائحه في حاله عدم الحصول على بطوله الدوري خصم 25% من اجمالي عقدك بدون الرجوع ليك، والبند الثاني خصم 25% او 30% من اجمالي عقدك في حاله عدم الحصول على دوري ابطال افريقيا. ما خدهمش زي السنه دي ال 15 مليون بقوا كام يا شباب؟ او ال 16 مليون، ما انا هديله مليون بقى شاشه. ال 16 مليون بقوا كام؟ بقوا 8 مليون، طب لو واحد عقده 10 مليون بقى 5 مليون. هو ده اللي انت مش جاي جمعيه الارامل والمطلقات زي العيال الفشله، استاذ محمد ما تشتمش اللعيبه عشان عندنا ماتش مهم. اصلها بص هم ماشيين كويس رهوان، وانا الشتيمه بتاعتي دي اللي يعني بتخليهم يؤدوا اداء وحش. انت فاهمني؟ المركز الخامس ده بسبب محمد مصطفى. هتحط كده صورتي في جدول الدوري، تفهمني؟ فالعيال دي مش عاوزين الا كده. العيال دي مش عايزين الا الضرب بايد من الحديد، انما ايه اللي بوظ العيال دي؟ انت بتطبل لمجلس الاداره. ايه اللي بوظ العيال دي؟ مجلس الاداره. وبقولها بعلو صوتي، اللي بوظ العيال دي مجلس الاداره. والدلع اللي هم بياخدوه والطبطبه اللي هم بياخدوها، ومفيش عقوبه على لعيب واحد اتنفذت، وكل العقوبات اللي طلعت على اللعيبه كلام في كلام، مفيش حاجه اتنفذت. ها لسه بتقول بطبل للاداره؟ لسه حضرتك يعني دماغك دي هربانه منك بسبب الدلع؟ انما دي لو اداره حازمه الفرقه دي تمشي زي الساعه، ولكن الطبطبه على اللعيبه وحاضر وادعموا اللعيبه ويتغلبوا ادعموا اللعيبه يطلعوا مش عارف ادعموا اللعيبه. هو انا شغال هجيب لهم مكنه دعم بالكهرباء زي مكنه البسكويت والكحك بتاعت زمان؟ ف اتمنى ان موضوع تسريب العقود ده يبقى ليه نهايه، لان الموضوع رخم. ده الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها.